بطمن كل المواطنين على الاحتياط الاستراتيجي من السلع. الحمد لله احنا الاحتياطيات بتاعتنا آمنة جدا، عندنا كم جيد جدا من السلع الأساسية، عندنا الحمد لله ما فيش أي نقص في السلع الاستراتيجية. وزي ما تابعتوا مع حضراتكم معانا الحمد لله أيضا في قطاع الأدوية، النهاردة احنا عبرنا الأزمة اللي كانت في فترة ما، والنهاردة كل الأدوية الأساسية بالكامل متوفرة بالكامل، وبأكد على هذا الموضوع، وشغالين مع كل شركات التصنيع إنها كمان بتحط المخزون الاستراتيجي بتاعها لست شهور قدام. والأهم يمكن مع السيد رئيس هيئة الدواء هيبقى في منظومة جديدة لتتبع أماكن الأدوية تبقى فين من خلال الباركودز، يبقى عارف حجم الأدوية اللي موجودة ممكن تكون مخزنة فين، نبقى عارفين هذا الكلام علشان يبقى نطمن إن مفيش أي محاولة للتلاعب وأي ممارسات احتكارية ممكن إنها تتعمل.